العقد رفعت الراية. لحظات. فتحت البوابات لتنافس مهور الثلاث سنوات، شوط مفتوح الدرجات على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. هنا الانطلاقة سريعة تبدأ مع الشذرواني بن فلاشي بول، يقود السباق في هذه الأثناء في متابعة من زامرة إلى ثاني المراكز. ونشاهد كذلك المحاولات إلى المركز الثالث من العيون، مرام تحاول الانطلاق ابنة ساينت أندان مع عادل الفريدي، فيما نشاهد كذلك المحاولات للتقدم من تفاقيد الله. والانطلاقة هنا مع زامرة تقود السباق في هذه الأثناء، ابنة مثيب بجوار السياج تخطف الشوط في هذه الأثناء وتنطلق نحو المركز الأول في المنتصف، فيما نشاهد كذلك المحاولات من الشذروان للحاق إلى ثاني المراكز وتفاقيد الله في المركز الثالث. الدخول للأمتار الأخيرة والخط المستقيم جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. هنا نشاهد زامرة ابنة مثيب في الظهور الثاني لها هذا الموسم تحاول الانطلاق، فيما نشاهد محاولات من مصقولة الجيد للدخول من الخارج. مصقولة الجيد تدخل بقوة إلى المركز الأول بقيادة موفقة من عبد الله الفيروز. ألف مبروك لابنة فريندز ليك مصقولة الجيد.